افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة النسخة 10 من سوق المزارعين البحرينيين التي تقام في حديقة البديع النباتية بشعار حصادنا بحريني، بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وأعرب الوزير المبارك عن بالغ سروره بانطلاق النسخة 10 من سوق المزارعين الذي يعد شاهدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة، وانطلاقا من توجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي، مؤكدا التزام الوزارة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات النوعية التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي وجعله رافدا مهما في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين. من جهتها أكدت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن التزام المبادرة بالمشاركة في دعم إقامة سوق المزارعين يأتي انطلاقا من حرصها على دعم كافة السبل للنهوض بالقطاع الزراعي، إذ يعد سوق المزارعين منصة مهمة للمزارعين البحرينيين لجذب الزبائن ودافعا لتنويع منتجاتهم المحلية. سعدنا اليوم بافتتاح النسخة 10 من سوق المزارعين البحرينيين الذي تم تنظيمه من قبل وزارة الشيوبات والزراعة بالتعاون مع العديد من الشركاء، المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وزارة السياحة، تمكين مجموعة من الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني. هذا السوق في نسخته 10 يحمل تصميم جديد، فعاليات جديدة. السوق على مدى 10 سنوات اكتسب سمعة محلية وإقليمية. من اللحظات الأولى افتتاح السوق ما شاء الله الجماهير تتوافد. هذا السوق يعكس حرص الوزارة على دعم المزارع البحريني في تسويق منتجاته. من جانب آخر المزارع البحريني ما شاء الله عليه مبدع متميز في الإنتاج في التسويق، ينافس ما شاء الله عليه ويلبي احتياجات المجتمع البحريني. طبعا اليوم احنا متواجدين في سوق المزارعين، فعالية ضمن فعاليات أعياد البحرين، وتأكدنا ان احنا نكون متواجدين اليوم لندعم هذا السوق تحديدا من ناحية الترويج السياحي محليا وإقليميا. اليوم كان في تعاون جدا مميز بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأيضا وزارة البلديات، على أساس أن إحنا ندعم هذا السوق والمنتج البحريني تحديدا. الحمد لله رب العالمين، أن رب يبارك، وحضرنا معكم اليوم افتتاح النسخة 10 من سوق المزارعين البحرينيين. يمكن هذه أول نسخة صارت عقب الجائحة اللي ما عليها أي قيود أو شروط، ففرحة الناس اللي شفناها في عيونهم كانت يعني كبيرة جدا. كذلك التميز اللي شفناه في الإنتاج والزراعي ما بين، والتنافس الحلو بعد بين المزارعين، هذه كان طيب جدا. هناك أيضا حرفيين، مجموعة من الحرفيين ومن الأسر المنتجة ومن الفنانين والمطاعم البحرينية، فالجو الجميل اللي احنا متعودين عليه شفناه اليوم رد بالشكل الطبيعي الحلو الجاذب لمحبي الزراعة ولمحبي مملكة البحرين. حاولنا ان نحتفي بالنسخة 10 بطبيعة وبأسلوب مختلف عن النسخ السابقة. ابتدينا في تغيير البوثات، منصات البيع اللي موجودة للمزارعين، استقطبنا عدد كبير حوالي 43 مزارع، استقطبنا الأسر المنتجة، استقطبنا الشركات المنتجة أيضا في الجانب الزراعي، وبالتالي نسخة هذا العام النسخة 10 مميزة ومختلفة. طبعا أكيد الدعوة للجميع للحضور والتواجد بهذا السوق اللي بيكون كل سبت، بتكون التسويق المنتج المحلي من المحاصيل المنتجة والورقيات المنتجة الزراعية، كل منتجنا بحريني ومن محصولنا البحريني.